السلام عليكم، بنرحب فيكم في مادة الديجيتال كنترول. اليوم حنتكلم على البودي بلايت، كيف نرسم البودي بلايت للديجيتال سيستم أو للديسكريت سيستم. عادة إيش بنقصد في البودي بلايت؟ عندي الديجيتال سيستم، عندي الأوبن لوب ترانسفر فانكشن مثلا جي أوف زي، بدها تساوي نومريتر على denominator. النومريتر هتعطيني الزيروز، والدينومينيتر هتعطيني البولز. الحين كل بول وزيرو إلي contribution. الكونتريبيوشن هذه بالنسبه للماجنتيود، يعني هذه لو بدنا نمثل هذه بدها تساوي الماجنتيود للجي في الفيز للجي بالفيزر فورم. فانا بدي ارسم الماجنتيود فيرسز الفريكوانسي والفيز فيرسز الفريكوانسي، لانه اللي بيحصل عندي الماجنتيود والفيز حيتغيروا بتغير الفريكوانسي. طيب، يعني هي بتتكون من رسمتين، رسمة خاصة بالماجنتيود ورسمة خاصة بالفيز، بس بيجوا فوق بعض وبيبقى عندي الفريكوانسي موجودة على شكل لوج سكيل. الآن لوج سكيل، الآن اللي بتكلم عليه الماجنتيود يا إما بيبقى لينير يا إما بيبقى معطى ان دي بي. عادة بالبودي بلات بنرسمه ان ديسيبلز. الآن الفيز بيرسم يا إما ان ديجريز يا إما الراديان. طيب الآن لما بتكلم عليها الزيروز هذه كيف شكلها؟ بدها تكون يا إما سيمبل، وإذا سيمبل بدها تساوي عندي يعني زي، وإذا يعني زي بتساوي زيرو، أو زي بتساوي ناقص اي الآن، أو زائد اي الآن، أو كومبلكس. الآن في عندي مشكلة في الديسكريت سيستم. عادة الهايست ديجيتال فريكوانسي ايش بتساوي؟ باي، يعني 180 درجة. بعد باي اللي هي بتساوي 3.14، انا حاخد ايش؟ حيصير عندي aliasing وحاخد garbage data، يعني هنا عندي مش هتظبط عندي الداتا تبعتي، حلاقي لا تعني شيء سواء في الفيز او في الماجنتيود. وفي شقة الفيز بشكل خاص حتلاقيها بالفعل جاربج، بتطلع عندك انت فيش اي معلومة تستفيد منها. طب لا اتغلب على هاي ايش بعمل؟ بروح للدبليو من جي اوف زي، بروح لايش؟ للجي اوف دبليو. طيب بجي اروح للجي دبليو، يعني بدي استخدم ايش؟ بدي استخدم البايلينير ترانسفورميشن اللي عندي. وعندي هان اذا بدي اطلع عليها في دبليو، اذا بدي اطلع عليها بدي اقول دبليو عندي ايش بدها تساوي؟ بدها تساوي كلير فريم. هاي الدبليو الزي عندي بدها تساوي، عشان تحول من زي للدبليو، فالزي عندي بدها تساوي 1 بلس تي على 2، وتي هي السامبلينج تايم في الدبليو، على 1 ناقص تي على 2 في الدبليو. هيك بحول من الزي دومين للدبليو دومين. الدبليو دومين لها نفس البروبرتيز تبعت يعني نفس البروبرتي تبعت مين؟ لها نفس البروبرتي تبعت اللابلاس دومين اللي هي الكونتينوس تايم او الانالوج في الانالوج فريكوانسي. الان لو اجي اطلع عليها، لو عندي دبليو بلس اي هاي سمبل روت اللي عندي، هذه لو اخذت الاي لبرا ايش بدي يصير عندي؟
W على A بلس واحد الموجود عندي. الآن اطلع عندي لما الـ A اللي عندي الـ W هاي تبقى أصغر بكثير من الـ A، هذا الرقم حيكون صغير، فالواحد هي الدوميننت الموجود عندي. ولو أخذت اللوج للواحد، لوج 10 للواحد بدي يعطيني إيش؟ صفر. فلهذا السبب ببدأ من الزيرو. الآن لما الـ A الـ W بتساوي A حيصير عندي واحد وواحد اثنين، اللوج 10 لاثنين وهي بنسميها الهاف باور حتعطيني 3 دي بي. الآن لما هذه الـ W تبقى much much bigger than A، هذا حتكون الدوميننت وهذا الواحد حيكون ولا شيء، فهذه هي اللي بتتحكم فيها. الآن لما نيجي نطلع على الرسمات هاي كل روت وايش الكونتريبيوشن تبعه، حنيجي نتكلم عنه في هذا المجال بشكل عام. طيب الآن نتكلم، نبدأ في الأول في الزيروز. أول حالة الدبليو لحالها، يعني الدبليو بتساوي زيرو، إيش هذا حتعطيني؟ حتعطيني التالي، هاي الفريكوانسي دومين، هاي عندي الواحد اللي هو 10 of 0 الواحد، هذه حتعطيني ببدأ من نيجاتيف انفينيتي وبنتهي في انفينيتي، سلوب هذه السلوب تبعها حتكون في ان دي بي، حتعطيني بوزيتيف 20 دي بي بير ايش الدكيت. الآن الفيز كونتريبيوشن لهاد 90 درجة، يعني خط مستقيم الاسلوب تبعه زيرو بس ات 90 درجة او باي على 2. الآن لما اروح لحاجة للزيرو يكون عندي مور، يعني سيمبل زيرو زي بلس اي، والاي عندي اكبر من ايش؟ من زيرو، يعني بوزيتيف. ايش حتعطيني هاي؟ زي ما حكينا قبل شوية، هاي عندي ات اي وهاي 10A، حبدأ من زيرو وحتعطيني خط هنا وهذه الاسلوب تبعها بلس 20 دي بي بير ايش الدكيد. الان الفيز تبعها كونتريبيوشن حبدأ هنا فيها من هاي الاي عندي وهذا 10A زي ما حكينا، هاي اللي عندي 10A وهاي البوينت واحد 0.1A. حبدأ عادة الكونتريبيوشن a decade before وحنتي a decade after وبوقف عند 90 درجة. فالفيز اللي عندي هاي زي هيك، السلوب بلس 45 degrees بير ايش الدكيد الكونتريبيوشن. وعند 90 بصير السلوب عندي زيرو بس بتوصل ل 90 درجة، لانه الماكسيمم كونتريبيوشن لاي بول لاي زيرو او بول او اي روت بيساوي 90 درجة. الان لو كانت A بالنيجاتيف ايش اللي حصل؟ الاسلوب هذا حيجي معاكس، يعني هان وهان حيوقف عند ناقص 90 درجة، والاسلوب تبعه حيكون ايش؟ ماينس 45 degrees بير ايش الدكيت. كويس هيك؟ هاي الها. طيب ايش الحاجة اللي ممكن بعد هيك يصير؟ لو عندي كومبلكس روتس، الكمبلكس روتس ايش حتعطيني؟ كمبلكس زيرو، الكمبلكس يعني دبل. بالماجنتيود الامور سهلة، ليش؟ لانه حتعطيني الاسلوب حيتضاعف، بدل ما هو 20 هاي عند A حتعطيني ايش؟ 40 بلس 40
dB per decade. بس في حاجة حتسوي، في عندي حيصير overshoot أو undershoot حسب الموجود عندي. لأن حيدخل عندي الدامبينج فاكتور وهكذا، فهذه الموجود. بالنسبة للفيز حتعطيني بوزيتيف 180، هاي عندي حبدأ من هاي بوينت وان لحديت كام، هاي اي بوينت وان اي، هاي الاي هاي تن اي، ولو حطيت خط زي هيك هاي هنا 180 درجة بوصل لها. هلاحظ اللي عندي الاسلوب هيجي زي هيك، حسب الدامبنج فاكتور. كل ما كان يعني الدامبنج فاكتور أصغر، كل ما هذه الأنجل صارت شاربر، كل ما كان الدامبنج فاكتور أكبر، هذه حتصير شبه مستقيمة، بس الشكل تبعها زي هيك بيجي يعني بشكل عام. هذه للكمبلكس. طيب في حاجة تانية نسينا نحكيها، لما يكون عندي كونستانت اللي هي كي، كي الماجنتيود تبعها سهل، ستريت لاين، وهذه باخذ 20 لوج 10 لوج 10 اوف كي، وبعمل خط عندي. هذه لو كانت كي بوزيتيف حتلاقيها فوق، يعني اكبر من واحد حتلاقيها فوق، كانت اصغر من واحد حتلاقيها بالايش بالنيجاتيف. الان الفيز عندي 0 degrees، هذه لو كانت K positive. لو كانت K بالنيجاتيف هتلاحظ هذه اللي عندي ناقص 180 أو 180، بس فيش عندي straight line، فيش عندي إيش slopes في كل الحالات. طيب هنا الحين بناخذ بريك، وبعدها بنيجي نعرض لكم الجزئية الثانية اللي هي بنتكلم فيها على البولز للسيستم. يعطيكم العافية.